أهلا وسهلا بكم حبايبي في لعبة جديدة. اللعبة تسمى حلب وستيل، تلال الستيل. هي لعبة حرب دبابات، أتمنى تحوز على إعجابكم إن شاء الله. خلينا نقتل 10 دبابات بما فيهم ذلك البوس. من أول وحدة لازم ناخذ الوضع المثالي بالنسبة للحرب. إذا تريد ترمي وحدة ثانية الآن خوش تمركز عندنا. ثاني وصول الدبابة الثالثة ما وصلت، راح اتقدم. هذا ما وصلت. دمرنا الدبابة الثالثة. لا تحاولون تقدمون بسرعة، اللعبة تزيد شوية وزن وذكاء. مش تحافظ على الدم مالك. دمرنا الرابعة. شو راح نطق هذا؟ خليه يجي ناخذ وضع عدل. خمسة دمرناها. خلت تجي احسن.
دمرناها ساسة. دمرنا السابعة. الوضع صعب. المرة التاسعة. العاشرة. ودمرنا 10 دبابات. الآن البوس نشوف البوس، احنا بوضع جيد للبوس. وأيضا دمرنا البوس واستطعنا نفوز في المرحلة الأولى. أعزائي اللعبة تريد تأني شوية، تريد ذكاء، ما تريد يعني اندفاع بسرعة. شايفين شو خلصنا المرحلة الأولى الذكاء. كان هذا الجزء الأول حبايبي، لعبنا وياكم الجزء الأول. أتمنى لكم التوفيق وألقاكم بالجزء الثاني. أتمنى اللعبة حازت إعجابكم إن شاء الله. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.